الآن على الخط المباشر مستمعينا ومشاهدينا الكرام العقيد محمد بن دينا مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وحديث سريع راح يكون معاه حول الاستطلاع اللي أقام وتبينت الدراسة بأن البحرين الأكثر أمانا في الشرق الأوسط. صباحك الله بالخير سعادة العقيد. صباحك الله بالخير. يا هلا ومرحبا فيك، سعيدين بتواصلك. ومثل ما ذكرنا في مقدمة اللقاء بأن نشرت وكالة أنباء البحرين استطلاع دولي يفيد أن البحرين الدولة الأكثر أمانا في العالم العربي والشرق الأوسط والسادسة على مستوى العالم، فماذا يعني هذا المستوى المتقدم؟ في البداية أحب أصبح عليك وأصبح على الأخوة المستمعين ونقول الله يدوم علينا الأمن والأمان في بلد الحضارة. طبعا هذه المقاييس تنم عن شعب واعي وعن مواطن يدرك أهمية الأمن، ولله الحمد والله لا يطير علينا في مملكة البحرين. طبعا أحد المواقع المختصة طبعا في هذه الاستطلاعات واللي تعتمد عليه أغلب وسائل الإعلام الدولية والكبيرة مثل البي بي سي والCNN والفاينانشال تايم، هذا الموقع طبعا هو من أكبر قاعدة بيانات دولية تتناول شؤون المدن والبلدان في أنحاء العالم. وهذا يعني أنه مبني على بيانات وتقارير جادة. طبعا مؤشر البحرين أو كيف يقاس المؤشر، يؤشر المؤشر أول شيء نحن حصلنا على 80% من هذه النقاط والمؤشرات يقيسون معدل الجريمة خلال 3 سنوات السابقة، يقيسون قلق المواطن والمقيم من مخاوفه من السرقة أو تعرضه للاعتداء بسبب أصوله أو لونه، أصوله الدينية أو المذهبية أو لونه. هناك في معايير كثيرة يقاس بها مستوى الأمن لدى المواطن والمقيم في البلد، فهذه المخاوف هي اللي المؤشرات تطلع أو يقاس بها الاستطلاع. طبعا البحرين احتلت كذلك المركز الثالث في المنطقه ضمن عالميا من ضمن 26 مركز الثالث. يعني اذا بتكون في دول تقدمت علينا في هذه فهي مثل اليابان او كوريا الجنوبيه. الامر الاخر طبعا نبأشير له ان احنا كذلك المملكه احتلت بالجانب 119 من اكثر في اللائحه اللي يعني ان تبني مستوى الجريمه، و119 من الدراسه اشملت على 123 دوله. كل هذه طال عمرك ينم على ان مملكه البحرين لها الحامل بفضل الاجهزه الامنيه بوزاره الداخليه وتعاون المواطنين والثقافه اللي انا اشرت لها في بدايه اللقاء. هذه هي الاسس اللي دائما يعني تخلي البحرين بلد الامن والامان. احنا ما نقولها، العالم والمؤشرات والمعدلات الدوليه هي اللي تؤكد مع هذه المعلومات. صحيح، يعني بلا شك طبعا مثل ما ذكرت يعني يمكن احنا دائما ما نقول ان البحرين ويمكن مو احنا كلامنا كمواطنين، المقيمين والزائرين دائما يشهدون بهذه الامر بان البحرين دوله يسودها دائما الامن والامان، ولكن هذه المره ياتي ضمن مثل ما ذكرت تقارير وايضا منظمات دوليه مشاركه، تقارير جاده ودراسات. قبل أن نختم عفوا هذا اللقاء العقيد محمد، دوركم أنتم في الإعلام الأمني، دوركم أنتم بشكل عام في وزارة الداخلية في إيصال هذه المعلومات ومساعدة هذه الجهات في إصدار مثل هذه التقارير، كيف يكون؟ طبعا هي هذه التقارير لا تصدق مباشرة من وزارة الداخلية، لكن هناك منظمات تتعامل مع وزارة مثل الانتربول اللي تتابع معدلات الجريمة في كل دول العالم. في منظمات مختصة هي اللي تعني بجمع هذه الداتا واللي تستسقي منها هذه المعاهد وهذه الجهات دراسات. طبعا لازم أؤكد ان استراتيجيه وزاره الداخليه المبنيه على التطوير والتحديث ومد العنصر البشري بالعلم والتقنيه واكب كل المتغيرات. اليوم الجريمه ما كانت واقفه عند حد،
هي تتغير وتتطور، ولكن استراتيجية وزارة الداخلية بنت على تطوير قطاعات الفرد أو منتسب وزارة الداخلية كشرطي وضابط، ومؤكدة أنه يتزود بالعلم وبالتقنية اللي يوافق تغير الفكر الإجرامي. كل هذه طبعا ساهم في أن احنا نخفض معدل الجريمة في المملكة البحرين، نزيد من وعي المواطن والمقيم. قلت لك احنا البلد بلد حضاره، بلد احنا قائمه على الامن والامان من اساس هذه الجزيره، الله لا يغير علينا. فلكن ما يدخل علينا من عادات، ما يدخل علينا من سلوكيات اجراميه، لكن وزاره الداخليه ورجال الشرطه يكون لهم بالمرصاد. وهذا ما تلاحظون انتم في وسائل الاعلام وتشاهدون ان انخفاض معدل الجريمه، ارتفاع معدل السلامه في للمواطن والمقيم في المملكه، وهذه جهود وتعاون المواطن ورجل الامن. بلا شك بلا شك، كل الشكر لك العقيد محمد بن دينا مدير الاعلام الامني، طبعا الحديث معنا هذه الوقفه الصباحيه الجميله مع خبر جميل بان هناك نتائج الاستطلاع تبينت أن البحرين الأكثر أمانا في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيكم العافية.